مين فينا ما بيحبش النور؟ أو مين فينا ما يحبش يكون نور؟ ومين تجيله فرصة إنه يكون نور لغيره وما ينورش؟ النور بيخلينا نشوف وندرك أمور وحقائق من غيره ما كناش عمرنا شفناها. النور يخليك تمشي وما تتخبطش وما تتلخبطش. النور ينقذك من الوقوع في حفرة أو مصيدة. مين يمشي في طريق ضلمة كله مخاطر إلا وكان مستعد بالنور علشان يبدأ رحلته؟ النور في حياتنا هو واحد، وهو النور الحقيقي، هو اللي بينور لكل إنسان اتحد بيه وعرفه وحبه. النور هو إلهنا ومخلصنا ورعينا يسوع المسيح، ولأن إلهنا إله محب وفياض بالنعمة لكل اللي بقوا منه وفيه وجواه، نورهم وطلب منهم إنهم يكونوا نور للعالم ويعكسوا نور للمسكونة كلها، ووصاهم وقال لهم كده: فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. في يوم وأنا عمال أقرأ الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل، لقيته بيقول: وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. ففكرت يا ترى مين المصابيح دي وإيه هي العلية، لحد ما شفت أيقونة جميلة للمصابيح النورانية الحقيقية اللي أضاءوا العلية اللي هي الكنيسة في المسكونة كلها بتعلمهم المستقيمة وسيرتهم النقية وجهادهم الجاد اللي كانت نتيجته هو بقاء المسيحية بإيمان مستقيم لحد النهاردة في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية العظيمة. الأيقونة مليانة أبطال ضحوا بوقتهم وحياتهم وسلامة أجسادهم ورفاهية معيشتهم علشان يوصلوا لينا الإيمان بدون انحرافات أو تغيير أو تشويش حتى. لكن الفنان اللي رسم الأيقونة قصد إنه يكون في بطل عظيم بيتجمع حواليه كل الأبطال التانيين. البطل ده هو البابا ديوسكوروس، البابا 25، وهو الوحيد اللي في الأيقونة قاعد على كرسي ماريمورقس وعلى راسه تاج إشارة لرئاسته الكهنوتية، وماسك عصاية الرعاية اللي هي الحية النحاسية، ودي اللي بتفكرنا دايما إنه راعي يرعى أولاده وسلامة إيمانهم وما يفرطش في الإيمان ده أبدا، وإزاي إنه كان نجدتهم وحارسهم لو حد من الديابة تعرض ليهم ومشاهم في طريق الأبدية، لا لخبطهم ولا توههم ولا شككهم في الطريق المستقيم اللي ماشيين فيه. وفي إيده التانية تلاقيه ماسك مصباح، وده لأننا على طول في ألحاننا بندعوه بلقب بخبسنتي أرثوذكسية، يعني مصباح الأرثوذكسية أو مصباح الإيمان المستقيم، وده برضو نفس اللي مكتوب على الوشاح الأحمر اللي لابسه واللي بيرمز للنصرة من ناحية وكمان بيرمز للألم والاضطهاد من ناحية تانية، ودقنه باين عليها أنها مش كاملة ومتنتف جزء منها، وده بسبب جهاده في حفظ الإيمان وإنه مقبلش إن الإيمان يتمس ولا يتشوش، إنما هو يتألم ويتعب شوية مفيش مشكلة. بعد دروسه اللي اتخلعت وشعره المتنتف لولاده في مصر ويقول لهم: ده ثمرة جهادي، حافظوا على الإيمان اللي أنا تعبت من أجله. وتنيح بسلام سنة 454 بعد ما اتنفى في جزيرة اسمها جاجرا، حاليا مكانها في جورجيا. أكسيوس أكسيوس أكسيوس، مستحق 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 الكرامة والمجد اللائقين بيك يا سيدي البابا ديوسكوروس. ورا البابا ديوسكوروس الشهيد القديس الأنبا مكاريوس أسقف إدكو، وإدكو دي منطقة في البحيرة حاليا، وهو واحد من الثلاث مقرات القديسين. وكان الأنبا مكاريوس أسقف إدكو ده سند وعون للبابا ديوسكوروس في جهاده المر اللي قاس منه في زمن خلقدونيا والمضطهدين الخلقدونيين عشان بيعلن استقامة الإيمان، وعشان كده هتلاقيه حاطط إيده على كتف البابا ديوسكوروس تعبير عن السند والشدة وقت الضيق والصداقة القوية الحقيقية. أما الإيد التانية فحطتها على صدره وهو منحني عشان يعبر عن خضوعه وتقديره لأبوه وبطرياركه البابا ديوسكوروس بطريرك الوقت ده. استشهد الأنبا مكاريوس بسبب أنه تمسك بالإيمان المستقيم ومقبلش ينحرف عنه أبدا. أكسيوس أكسيوس أكسيوس، مستحق 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 الكرامة والمجد اللائقين بيك يا أبانا الأسقف والشهيد الأنبا مكاريوس أسقف إدكو. قصاد البابا ديوسكوروس ناحية اليمين قدام يظهر أبونا القديس العظيم ساويرس الأنطاكي السرياني، واقف مشدود باصص لينا وبيشاور بإيده على البابا ديوسكوروس عشان يوضح لنا استقامة إيمانه.
والإيد التانية فيها منجل بيبي ينقي البيعة من التعليم الإيمانية المخالفة للإيمان المستقيم. وده زي ما تقال في الضفنار الصعيدي الخاص بسيرته: متى سيأتي سويرس وينقي كرم رب الصباؤوت. أكسيوس أكسيوس أكسيوس، مستحق 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 الكرامة والمجد اللائقين بيك يا أبانا الأسقف القديس الأنبا سويرس الأنطاكي. ودلوقتي هنروح لقديس عظيم جدا. لما نرجع لورا ناحية اليمين في الأيقونة هنلاقي البابا كيرلس الكبير، عمود الدين، عمود الأرثوذكسية العظيم. هنلاقيه ماسك في إيد أيقونة الثيوتوكوس العذراء والدة الإله، وبيعلم فيها إيمان الكنيسة إن المسيح هو ابن الله وابن الإنسان، مولود من العذراء، إله كامل وإنسان كامل، بطبيعة واحدة من طبيعتين متحدتين بدون افتراق. وفي إيده التانية بيان في مقدمة قانون الإيمان مكتوب عليها تين تشيسي إمو إثمافن بيو أويني إنطائف مي، يعني نعظمك يا أم النور الحقيقي. وعينيه بصة للناحية التانية على البابا أثناسيوس الرسولي، وكأنه بيكلمه وبيطمنه إنه ثابت على اللي استلمه منه، لأن البابا أثناسيوس هو البابا العشرين بينما البابا كيرلس هو البابا الأربعة وعشرين. أكسيوس أكسيوس أكسيوس، مستحق 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 الكرامة والمجد اللائقين بيك يا أبانا القديس العظيم البابا كيرلس الكبير، عمود الإيمان المستقيم. بطل جديد في الأيقونة اسمه خالد لحد النهاردة، بطل الأرثوذكسية العظيم القديس البابا أثناسيوس الملقب بالرسولي، لأنه في قوة إيمانه وشرحه ليه واستقامة سيرته ونقوتها تخلينا نشوفه كأنه واحد من الأباء الرسل اللي عاشوا مع السيد المسيح في زمن وجوده على الأرض. هنلاقي ماسك لوح عليه قانون الإيمان النقاوي، وبإيده التانية بيباركنا بعلامة البركة، وهو أكبر شخصيات الأيقونة من حيث التاريخ والزمن. ونظرته زي نظرة القديس سويرس الأنطاكي، باصص لينا وكأنه بيقول لنا رسالة مهمة جدا، إننا لازم نحافظ على اللي استلمناه وما نفرطش فيه أبدا مهما كان التمن، لأنه غالي جدا. أكسيوس أكسيوس أكسيوس، مستحق 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 الكرامة والمجد اللائقين بيك يا أبانا القديس العظيم البابا أثناسيوس الرسولي بطل الأرثوذكسية. نلاحظ ان البابا أثناسيوس الرسولي والبابا كيرلس عمود الدين هما الاثنين لابسين وشاحات حمراء بترمز من جهة لعظمتهم، لان اللون القرمزي يشير للملوكية، ومن جهة تانية بترمز لفترات الألم والاضطهاد والنفي والصراعات والتعب اللي حصل في فترة خدمتهم في حياتهم من الهراطقة المفسدين أعداء كنيسة المسيح. والوشاحات واخدة حركة ديناميكية كده بتعبر عن حالة أرواحهم الطيرة والمتعمقة في الأسفار الإلهية وحياتهم مع رب المجد يسوع، وكأنهم نسور بيحلقوا عالي، وده عكس الهراطقة الأرضيين المرتبطين بالأمور الدنيوية واللي ما يهمهمش خلاصهم ولا خلاص المؤمنين، إنما كل اللي يهمهم ذاتهم وبس. قدام البابا أثناسيوس الرسولي هنلاقي القديس باسيليوس الكبير أسقف كابادوكيا، وكابادوكيا مدينة تركية حاليا، ماسك في إيد الكتاب المقدس وفي الإيد التانية ورقة ملفوفة رمز للإيمان المستقيم اللي ما فيهوش أي درجة من درجات الانحراف، وده لأنه واجه برضو متاعب من الأريوسيين، لكن فضل أمين على الإيمان وفضل يواجه الهراطقة وسمومهم وتنيح وهو عمره 50 سنة بس. باصص لبعيد بص فيها رجاء إن المسيح يحفظ الكنيسة وإيمانها لأنه هو عرسها. أكسيوس أكسيوس أكسيوس، مستحق 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 الكرامة والمجد اللائقين بك يا أبانا القديس العظيم باسيليوس الكبير. قدام القديس باسيليوس
هنلاقي القديس يوحنا ذهبي الفم أسقف القسطنطينية، صاحب العظات القوية والتفسيرات المستنيرة للأسفار الإلهية، تعرض للنفي والظلم من أجل الدفاع عن كلمة ربنا والحق، وماسك في إيد الكتاب المقدس والإيد التانية بيشاور بيها على البابا ديوسكوروس وبيشهد له وبيعلن استقامة إيمانه وهو باصص له. أكسيوس أكسيوس أكسيوس، مستحق 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 الكرامة والمجد اللائقين بيك يا أبانا القديس العظيم يوحنا يا صاحب الفم الذهبي. فوق خالص هنلاقي مونوجرام، يعني علامة اختصار، وهي من حرفين، حرف الكي وحرف الرو، وبتعبر عن كلمة خريستوس يعني المسيح. جنبهم حرفين الألفا والأوميجا، يعني هو الأول والآخر، يعني المسيح هو الله. ودايما العلامة دي بترمز لوجود الله الدائم في فكر الأباء ووجدانهم. أما في أرضية الأيقونة هنلاقي شخص تحت أقدام الأباء المستقيم الإيمان دول بيمثل كل الهرطقة وأصحاب الإيمان المنحرف والمفسدين في كرم ربنا يسوع المسيح وكنيسته، حاطت إيد على ودانه والإيد التانية على عينه، إشارة إنه لا عاوز يشوف استقامة سيرة القديسين ولا عاوز يسمع تعاليمهم المستقيمة، ومن تحتيه ورق متنطور ومتبعتر هنا وهناك فاضي ما فيهوش محتوى، وده بيمثل تعاليم الهرطقة اللي دايما فارغة واللي مفيش منها فايدة على الإطلاق. والبابا ديوسكوروس ماسك عصاية الرعاية أخرها نازل عليه وكأنها حربة، هي نفس عصاية الرعاية دي اللي بتحمن المؤمنين، هي ذاتها بتكون زي حربة علشان توقف تعاليم الهرطقة وتنهيها، وده رمز للتعليم المستقيم اللي بيقاوم تعاليم الهرطقة المخالفين. أما الكتابات الموجودة في الأيقونة فمن فوق ومن تحت مكتوب أسماء الأباء الموجودين فيها، وزي ما ورد في مجمع القداس البسيلي: بي باترياشيس ثواب سيفيروس نمبن ساخ ديوسكوروس نمبي أجيوس أثناسيوس، ده من فوق، ومعناه البطريرك القديس سويرس ومعلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس. أما من تحت في الأيقونة فمكتوب نمبي أجيوس يوأنس بي خريزوس توموس نمبي أجيوس كيريلوس نمبي أجيوس باسيليوس، والضاف ليهم نمبي أجيوس مكاري بي إبسكوبوس، وده معناه القديس يوحنا ذهبي الفم والقديس كيريلوس وقديس باسيليوس، وتمت إضافة لقديس مكاريوس الأسقف، وهو واحد من الثلاث مقرات زي ما اتفقنا، وهو مذكور في المجمع في القداس البسيلي. أما الشرطين اللي باللون الأحمر في مقدمة الأيقونة مكتوب فيهم بالقبط الصعيدي: حاربت الملوك وحفظت الإيمان يا رئيس كهنة المسيح المكرر. والكلام هنا من أنتيفوناريون أو ضفنار القديس البابا ديوسكوروس. أما في الخلفية بتاعت الأيقونة فمكتوب صار أباؤنا القديسون كواكب عظيمة تنير المسكونة كلها، أحب حياة الملائكة وطهر مخلصهم، تمنطقوا بقوة العلا حتى يسحقوا رأس التنين، محوا أشواك الهراطقة وعثراتهم بفضائلهم حتى أكملوا سعيهم حسنا. وده جزء من أنتيفوناريون للقديس البابا المعظم الأنبا ديوسكوروس والأنبا مكاريوس أسقف إدكو. الأيقونة من كتابة الفنان مينا أنطون، وهو ليه أعمال وأيقونات تانية بسمات مميزة وليها طابع مختلف، لكن بتحفظ في نفس الوقت السمات المشتركة للأيقونة القبطية والفن القبطي، وهو مستوحي أفكار أيقونة مصابيح المسكونة من كتاب الضفنار الأنتيفوناريون الصعيدي ومجمع القداس بحسب ترتيب القداس البسيلي وهوشية الأب البطريرك ونصوص تانية طقسية. وأخيرا فلنطلب من الله أن يحافظ على إيمان كنيستنا القبطية الأرثوذكسية وإيمان شعبها المحب للمسيح بصلوات أبائنا القديسين العظام معلمي المسكونة ومصابيحها، القديس البابا أثناسيوس الرسولي وقديس البابا كيرولوس عمود الدين وقديس البابا ديوسكوروس وقديس سويرس وقديس الشهيد الأنبا مكاريوس أسقف إدكو وقديس باسيليوس وقديس يوحنا ذهبي الفم، لينير الله طريقنا بتعاليمهم المستقيمة ويهبنا الخلاص المعد لنا. آمين.